أهلا بكم، شاهدنا اليوم على التجربة المصرية 10 سنوات من التحدي والإنجاز هو معالي وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع. تولى أول مرة منصبه كوزير للسياحة عام 2012، ثم استمر في المنصب بحكومة الدكتور حازم الببلاوي والمهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل حتى شهر مارس من عام 2016. بدأت علاقته بالسياحة عام 1980 بعد أن سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في تأسيس شركة سياحية أمريكية متخصصة في السوق المصرية، والتي نجحت نجاحاً كبيراً في جذب السياحة الأمريكية إلى مصر. كان له العديد من الإنجازات، أهمها مساعدة شركات السياحة المتعثرة والتعاون مع باقي الوزارات والهيئات لحل مشاكل المستثمرين بالقطاع وتنشيط حركة السياحة الوافدة وتشجيع الاستثمار السياحي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. يعني التجربه المصريه في خلال العشر سنوات، حضرتك كنت موجود يمكن عده سنوات بفاعليه كبيره نظرا للتحديات الكثيره اللي كانت في مجال السياحه والانجاز اللي تم على الارض ايضا. بس اسمح لي ابدا هذه التجربه قبل تجربه العشر سنوات، لانه حضرتك كنت من المشاركين في حكومة 2012 مع الدكتور هشام قنديل. صحيح. وكان في يسبق هذا التاريخ مشوار من العمل، سواء عمل مصرفي أو العمل في مجال السياحة، وكنت حضرتك يعني أحد زي ما بنقول الأضلاع الأساسية في مجال السياحة في مصر قبل 2011. لكن التواصل تم مع حضرتك ازاي في حكومة هشام قنديل؟ يعني ليه فكروا في حضرتك وانت كنت موجود في حكومات سابقة؟ يعني صحيح، سؤال جدير بان الواحد فعلا يجاوب عليه. الحقيقة هي انا كنت مساعد اول وزير السياحة قبل اختياري وزير في حكومة الدكتور هشام قنديل. اللي حصل انه وقتها بعد 2011 لفترة سنة وشوية في وزارة الدكتور جنزوري كان مسؤول عن قطاع السياحة منير بيه فخري عبد النور. أوه. وزير السياحة كان وقتها وزير السياحة، واللي كمل فيما بعد في وزارات أخرى. وكنت أنا رقم 2 في الوزارة وقتها، وقت ما كان هو موجود. وزي ما حضرتك تعرف الوزير منير فخري عبد النور رجل سياسي بالدرجة الأولى. صحيح، مش فني. سياسي بالدرجة بالسياحة مثلا. لكن هو الحقيقة أدار الفترة دي بحنكة شديدة جدا، وهو كان عنده قدرات كثيرة، من القدرات اللغوية لأنه بيتكلم فرنساوي بطلاقة وإنجليزي بطلاقة، فضلا عن العربي بطلاقة أيضا يعني. والحقيقة حتى أنا يعني أذكره بكل خير، واستمتعت بالفترة اللي كان هو مسؤول فيها عن القطاع. اللي حصل إنه لما نرجع بذاكرتنا شوية، الوزير منير فخري كان اصلا عضو في برلمان وعاصر جماعه الاخوان والدكتور مرسي لما كان في مجلس الشعب وقتها، وهو بينتمي الى حزب الوفد. اصلا صحيح. وحزب الوفد على ما اذكر كان هو حتى قال لي يعني شعاره الاساسي الدين لله والوطن للجميع. فيبدو كان له تحفظ مع نجاح الاخوان في الصعود لسدة الحكم وقتها. وانا كنت خارج مصر بمثل الوزارة بناء على تكليف منه في البرازيل لحضور مؤتمر مهم هناك يعني. ولما ظهرت النتيجة كلمني وطلب عودتي فورا لمصر، ما كنتش عارف الاسباب. فروقات التوقيت، فوز مرسي بالرئاسة. فوز مرسي. ورجعت فعلا وقابلته، وفوجئت بانه هو قال لي انه عقد العزم على الاستقاله. فانا قلت له ليه يا معالي الوزير، ما انت يعني احنا ما حواليك. قال لا لا لا، المساله مبدا يا هشام. وانا لازلت حتى قال لي كلمه باللغه الانجليزيه وقتها، قال لي شوف عمرك ابدا ما تتكيف مع الظروف، لازم يكون عندك دايما في المواقف
رأي واضح. هو الحقيقة كده. وقال لي بالانجليزي حتى never compromise on principle، تعبير يعني المبادئ ما فيهاش يعني تتجزأ او يحصل فيها تفاوض او حاجة زي كده. فانا مبدئي مش مع احترامي للجميع، مبدأ نابع من فكرة الدين لله والوطن للجميع، وانا اشك يعني تفهم ان هم هيسيبوا الحكاية كده، ان هيسيبوا المسائل كده يعني. فانا من حيث المبدا ما يصحش، لا الدين هيبقى لله ولا الوطن هيبقى للجميع، وما يتقالش ان انا يعني ضحيت بمبادئي عشان استمر في مقعد الوزاره بغض النظر عن المتغيرات دي، ودي قناعاتي اصلا السياسيه. فقال لي انا خلاص اخذت قرار، وتقديري انه انا عندي قلق لو انه الجماعه الاخوان ما دام في الحكم انه قد يكون ليهم توجه، قد يكون ليهم توجه مخالف عن طبيعة صناعة السياحة دي، وهي صناعة دولية. وانت راجل مهني وليك باع عمر طويل يتعدى 30 سنة في المجال، فبالتالي انا مطلوب هيطلب مني اكيد ترشيح ناس في حالة فمش هيبقى واحد، انا في بالي ثلاثة. لكن انا بصراحه اذا سئلت بدقه اكتر احب ارشحك انت، لان الملف انا انت اشتغلت معايا وانا شفت شغلك يعني كلام طيب في هذا المجال، وانت راجل مهني وتكنوقراط، وبالتالي هتستمر بنفس الفكر ده، وده المطلوب في المرحله دي للحفاظ على هذه الصناعه وعائداتها لمصر. تمام. فقدامك يعني كانت النقطه البدايه كده كده. وقال لي قدامك 10 دقائق تفكر قبل ما انزل واروح عشان اتقدم حاجه يعني على ما اذكر هذا ما تم. فقبلت في ظل الظروف دي ان انا اخد الوزاره، وجت من هنا ترشيحي، لان هم من الترشيحات اختاروني يعني. اعتقد السبب الرئيسي كان الترشيح، التسكيه بتاعت في هذا الوقت. طب لما قال لك هذا الكلام، حضرتك ما تخوفتش انه ممكن يكون التوجه بتاع الاخوان يعني ضد الابجديات بتاع صناعه السياحه، هم عندهم افكار معينه، ما تخوفتش مثلا يعني؟ لا بالتاكيد تخوفت، بالتاكيد تخوفت. لكن انا قلت في ظل العرض اللي قاله لي الوزير المنير فخري عبد النور، قلت لا دي بلدنا في الاخر، دي مصر. فانا علي ان انا اخد التجربه بدل ما حد اخر ياخدها وما يكونش حريص بالحرص اللي انا كنت شاعر بيه من الناحيه الوطنيه يعني وقتها. واذا كان الامور هتاخد ماخذ منحى اخر، وده حصل بالمناسبه، انا في ايدي ان انا اتقدم استقاله وامشي ومعترض. ازاي اخذت منحة اخر فن يعني في السنه بتاعت الاخوان دي اللي هي 2012؟ انت حضرتك قعدت من يوليو، لان الوزاره دي اتشكلت في يوليو اخر. صح. يوليو صح لحد 30 يونيو لما استقلت. يعني انا استقلت قبل 30 يونيو. انت هددت مره بالاستقاله وبعدين استقلت قبل 30 يونيو تضامنا الواقع. الواقع اول مره كان بان ليا يعني راي مخالف، وكنت زعلان من موقف ايام الرئيس السابق مرسي خد قرارات دستورية عشان يتمكن من مفاصل الدولة من ناحية التشريعية، الإعلام الدستوري المشؤوم دوت اللي تم في أواخر نوفمبر لو تذكر. أيوة. في 2012 أنا كنت في الأقصر وعرفت الخبر ده، كنت في فعالية بمرور 90 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. والحقيقة كان في عدد من السفراء مدعوين لحضور الفعالية دي، ومنهم السفيرة الأمريكية وقتها، وأنا قلت إيه اللي بيحصل ده وإزاي يحصل ده؟ لما سمعت خبر البيان ده ورجعت وأبديت للدكتور هشام أنديل وهو حي يرزق، بأنه أنا يعني الحقيقة المناخ ده ما أقدرش أكمل فيه، وده هذه الاستقالة لم تعلن يعني، أو التلويح بالاستقالة. أول مرة يعني أول مرة. شعرت بأنه الأحداث ماشية في منحة من ناحية السياسية. وأنت حضرتك تذكر وقتها البلد كانت ظروفها إيه كلها من أول آخر، كانت قلقة جدا، قلقة جدا. ويعني فالحقيقة قلت له هذا الكلام، ويبدو أنه هو رجع لرئاسة الجمهورية ورجع لي وقال لي طب أنت بيسألك اقتراحك إيه؟ قلت له لا، لازم يحصل جلسة ما بين المعارضة اللي كانت موجودة اللي هي كانت جبهة الإنقاذ وقتها،
مع الحزب بتاعكم الاخوان يعني العداله ونوصلوا للتصور بسرعه يعني. دي كانت مساهمتي وقتها في الرئيس. فحصل موافقه، ويمكن ما حدش يعرف انه حصل موافقه ان يحصل الاجتماع ده، وحصل الاجتماع ده بعدد من الوزراء المنتمين للاخوان وعدد من الوزراء منهم الوزير منير فخري منور اللي كان بره كان بره الشرطه بقى، كان بره الشرطه، كان بره الحكومه، لكن كان ضمن مجموعه جبهه الانقاذ وقتها اللي قعدوا مع وزراء الاخوان، ما قعدوا مع وزراء الاخوان. وتم الاجتماع في منزل قريب ليا في الزمالك الاثنين، ووعدوا بانه هينظر في الموضوع ده يعني، بيطمنوني. منزل قريب مسافة ولا احد اقاربك؟ احد اقاربي. احد اقاربك؟ احد اقاربي في الزمالك. يعني ده الاجتماع، بس ده اجتماع حصل بين مجموعه من الوزراء الاخوان ومجموعه من قيادات جبهه الانقاذ في الزمالك. في الزمالك بعد الاعلان الدستوري. بعد الاعلان الدستوري. وده اسفر عن ايه الاجتماع ده؟ اسفر عن تفاهم الظاهر انه اثر تفاهم من جانب مجموعه الاخوان على الكلام اللي بيقوله المعارضه في ذاك الوقت عن انه التوجه اللي حصل ده مش في صالح مصر ولا في صالح الاستقرار ولا الى اخره، وانه يجب ان يتراجع الرئيس عن القرار ده يعني في النهايه. وحصل تفاهم ليه، ووعدوا بانه هينقلوا الكلام ده وهيشتغلوا عليه الى اخره، لكن ما تمش حاجه. لكن للاسف ما تمش. ده اللي خلاني استمر باعتبار انه كان في يعني في محاولات للتفاهم يعني كده. اول مفصل انه مساله البيان الدستوري ده والاعلان الدستوري، وحضرتك قلت انك كملت لانه بدا انه طب والله نتفاهم او بالظبط. فده خلاني اكمل. بعد كده الامور، انا انشغلت بشغل السياحه والديت، لان كانت فتره صعبه جدا في تاريخ مصر السياحي. طب عايز اتوقف عند مفصلين كمان. ايوه، ملف السياحه الايرانيه. ايوه، لانه حضرتك كنت بتتعامل مع هذا الملف طول عمرك انه ملف مهني يعني طبعا دول سياح زيهم زي الاخرين. ولما اشتغلت في ايام الاخوان بدا ليك انه لا، المساله بالنسبه لهم مش مساله مهنيه. ازاي ده فن؟ شوف حضرتك، انا استدعيت لرئاسه الجمهوريه في وجود عدد من المسؤولين في الاجهزه من جهاز المخابرات على لقاء مع الرئيس في ذاك الوقت، رئيس مرسي في ذاك الوقت، واتسالت سؤال مباشر: هل السياحه الايرانيه سياحة جديرة بأن احنا نبحث في تنشيطها لمصر؟ قلت لهم أنا على علم بأنه في حركة سياحة كبيرة لتركيا على سبيل المساحة، ودي بلد سياحي بالدرجة الأولى، ومش هتكلم على سوريا ولا هتكلم على العراق، لأنه السياح اللي بيجوا لأسباب دينية، لكن أنا بتكلم على الناس من إيران اللي بيروحوا الشواطئ التركية وبيزوروا تركيا إلى آخره، وده عددهم ما كانش قليل في ذاك الوقت يعني. اعتقد انه كان يعني حضرتك ما زرتش للشق الديني بس. لا 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 سياحة لا 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 انا بنظر للملف او نظرت اليه ورديت عليه انه مصدر رزق لينا احنا كحركه سياحه فقط بشكل مجرد. انا بتكلم من الناحيه السياحيه المهنيه، ولا اتكلم ولا افهم في الابعاد الاخرى السياسيه او الامنيه او انا برد على السؤال بطريقه مباشره. قال طب اعمل دراسه ورد علينا. دراسه يعني عاداتهم قد ايه؟ اللي بيروحوا مثلا بلد زي تركيا بيعملوا ايه هناك؟ متوسطات الانفاق بتاعهم اليومي قد ايه الى اخره؟ فعملت الدراسه دي اللي بتعكس ان في حركه كبيره، وانه بيصرفوا دول وبيروحوا في غير اسباب دينيه يعني. انا فالاجتماع التالي للموضوع ده في بحث الملف ده، أنا وقتها لو تذكر حضرتك كان في تحذيرات سفر كثيرة من دول مصدرة لحركة السياحة لمصر نتيجة الظروف القلقة لانفلات الأمن، اللي هي بدأت كمان أكتر من بعد الإعلان الدستوري ده. طبعا بدأ بقى في مظاهرات ومظاهرات وانفلات أمني، وكان في تحذيرات من الناس تيجي مصر، إنها تيجي مصر. فأنا باعتباري مسؤول عن ملف السياحة بدور على أي مصدر لبلدي من حركة السياحة. فمن هنا وافقت على ان انا اتكلم في او ادرس ملف السياحه دي الإيرانية. وعملت دراسه علميه مهنيه لا علاقه لها باي. ف
فحصل حديث مطول. والحقيقة الأجهزة وبالذات جهاز المخابرات العظيم بتاعنا قال انه له مخاوف من انه الناس دي لو جت تيجي علشان المزارات الدينية اللي ما يسمى بالعتبات المقدسة اللي هي مساجد آل البيت عندنا نشر المذهب الشيعي, فقلت طبعا انا يعني شوفوا توجهي. قالوا احنا نوافق على الحركة اللي تيجي ولكن نتفادى المزارات دي تحديدا. يعني ايه؟ يعني ان الناس دي تيجي للأقصر وأسوان والبحر الأحمر على سبيل المثال. مهم ما طولش على حضرتك. اشتغلنا على الملف على ده وليس على شيء آخر. شيء آخر خالص يعني. وبدأنا نحط شغل الأسعار والشغل ده, وطبعا كل الأجهزة المعنية كانت شغالة في الملف ده. ما حدث ان احنا استقبلنا وفدين فعلا ما لهمش علاقة خالص بالزيارات الدينية, وكانوا بيطلبوا بس ان هم يتصوروا عند الهرم والمتحف, وده برضو مش طبعا مش مزار ديني, ويسافروا بعد كده. والرحلة كانت بتبدأ بأسوان تنتهي في الأقصر ثم بالأوتوبيسات للبحر الأحمر وبعدها للقاهرة لمدة ساعات ثم المغادرة. استقبلت الرحلة الأولى ومشت كما يجب, واستقبلت الرحلة الثانية. ولكن ما حدث انه الشارع المصري انتفض يعني وما شافش الجانب اللي انا بحكي لحضرتك ده من الناحية المهنية. لكن حضرتك شفت ايه عند الاخوان خلاك تقول طبعا ان هم هقول لحضرتك ان الحكاية ما كانتش مجرد سياحة. لما حصل انه في مغادرة الفوج الثاني ده حصل تعدي عليه الحقيقة من قبل بعض الناس, رموا حجارة على الأوتوبيسات إلى آخره, فأنا خدت قرار مهني إنه أي سائح بيجي لحضرتك في بلدك هو مؤتمن. إحنا مؤتمنين عليه. مؤتمنين عليه, وبالتالي أنا بصيت لها من الجانب ده. فوقفت قلت تقف حركة السياحة ما دام المسائل بتاخد منحة غير المنحة أو غير الهدف اللي إحنا عاملينه اللي هو حركة سياحة مهنية عادية ما فيهاش الأبعاد الدينية أو السياسية المذكورة. بس أنت التقيت بالرئيس الإيراني أحمد. هرجع لحضرتك لده, بس عاوز أقول أنا خدت قرار وقتها بعدم إن إحنا نستمر في العملية دي. هنا بقى عرفت لما خدت قرار بوقف الحركة, فوجئت بانه مؤسسه الرئاسه والناس اللي حواليه بيقولوا لي ليه لا احنا محتاجينهم يعني ما تكمل. ففهمت ان الهدف مش سياحي, ما هوش سياحي بقى يعني يبقى في اهداف اخرى ابعد. هنا ايقنت بقى لا قرار كده افضل لبلدي يقف خالص الموضوع. بس كان في اي سياق بقى المقابله بتاعت الحقيقه ما كانش احمد نجاد. انا رحت قابلت المسؤولين عن قطاع السياحه, منهم كان نائب رئيس الجمهوريه وقتها هناك, ولكن ما كانش مفروض في البرنامج ان انا اقابل رئيس الجمهوريه. لكن طبعا انا عرفت وايقنت بان وجود اول مسؤول رفيع المستوى يعني كوزير بيروح ايران في ذاك الوقت بعد المقاطعه اللي تمت من ايام الرئيس السادات الله يرحمه لغايه وقت ما انا سافرت. طبعا ما كانش الايرانيين هيفوتوا الفرصه ديت. فطلب مقابلتي رئيس الجمهوريه واستاذنت هل اقابل او لا, وكان الاجهزه يعني وافقت على ان احنا نقابل. وقابلته فعلا, واذكر انه كان بيتكلم كلام في المجمل انه مصر بلد عريقه وحضاره, وكذلك ايران لها حضاره, وانه يامل ان الزياره دي ينتج عنها مزيد من التعاون والتقارب كانت مقابله بروتوكوليه محضه. طيب هاخد حضرتك لبرضو نقطه مفصليه ثالثه بقى, لانه انت وزير سياحه ففوجئت انه في حركة المحافظين بتاعت الإخوان اللي كانت في يونيو 2013 قبل الثورة يمكن بأسبوعين إنه بيعينوا محافظ للأقصر من الجماعة الإسلامية اللي هي ارتكبت مذبحة الأقصر. صح. الحكاية دي قدرتها إزاي؟ شوف حضرتك أنا رجعت من الديوان عام الوزارة يوم التشكيل بتاع المحافظين ده مساءً,
وما كنتش مدرك انه التشكيل اكتمل ومين اللي تم اختياره للمحافظ الاقصر يعني. وانا قاعد في البيت لسه هبتدي اشوف نشرة الاخبار واتابع، لقيت تليفون جايلي من صديق عزيز بيعمل في قطاع السياحة من سويسرا، سويسري بيكلمني بيقول لي هشام انت ايه اللي انتوا بتعملوه في مصر، على ايه المحافظ اللي جبتوه كده بسرعة شديدة جدا، انتوا محافظ ايه؟ قال لي انتوا نقيتوا محافظ الاقصر جاي من الجماعة الاسلامية اللي قامت بمذبحة الاقصر الشهيرة سنة 97 واللي راح فيها عدد من المواطنين السويسريين اكتر من اللي راحوا في الحرب العالمية الثانية، لان سويسرا يعني كانت على الحياد. فايه الرسالة اللي انتوا باختيار مثل هذا الشخص المحافظ لأهم مدينة سياحية على مستوى العالم الأقصر، قبلة السياحة الثقافية والأثرية في مصر يعني وبالتالي في العالم، ايه الرسالة؟ انا حقيقة قلت له انا للأسف مكشوف، ما كانش عند حضرتك علم بالمعلومة، انا رجعت من ما فتحتش وما عرفتش يوم التشكيل بعدها بساعة ساعتين او ثلاثة في اخر اليوم يعني. فالحقيقة ما نمتش يا دكتور محمد، ما عرفتش انام الكلام اللي قاله لي دوت. وانا قلت الله انا هشتغل ازاي اصلا يعني انا كوزير معني، لو الحكومة او الرئيس بيعمل اللي بيعمله ده وبيختار الاختيارات دي، طب ما حنج يعني، طب السياحة لا 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 ملهاش لازمة ان انا اكمل. رحت تاني يوم مكتبي وجمعت الزملاء في المكتب وقلت لمديرة مكتبي انا متقدم استقالة. طبعا حصل ذعر وشك جامد على قراري ده، وحاول يقنعوني احنا مالنا واحنا ناس بتوع سياحة وخلينا في ملفنا. لا لا دول المساعدين بتوع حضرتك مساعدين يعني في الوزارة. قلتهم لا 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 ده ابعد من انا اللي شايفه، ابعد بكتير جدا من اللي انتوا شايفينه. ده بداية لتوجه ومؤامات سياسية على حساب الوطن وعلى حساب الملف السياحي نفسه. وعن قناعة شديدة جدا انه لا انا دوري كده ينتهي وما اقدرش اكمل في المناخ ده ولا بالفكر ده. ورحت قابلت الدكتور هشام قنديل وقدمت استقالتي. واذكر كويس انه طلب مني يعني باختصار يعني انه انا ما اكلمش الاعلام لغاية لما هو يشوف يبت في الاستقالة، وما قابلش الاستقالة وقال لي طيب خلاص انت سلمت استقالتك وكده. وفضلت حضرتك في انتظار بقى القرار. كان يوم تلات واجتماعات مجلس الوزراء الاسبوعية يوم اربع. فقال لي ما تكلمش الاعلام واحنا خلينا كده لغاية لما هرد عليك على طول، اديني فرصة كام يوم. كان يبدو انه اتصل برئاسة الجمهورية ورجع لي تاني وانا موجود في مكتبه يعني. وقال لي بس انتظر كم يوم حنجد حل واحنا متفاهمين رأيك كده يعني. يعني ايقنوا يبدو انه بتحليلك مش بس بالمعلومات، قرار زي ده كانوا عاملينه جهلا ولا عندا؟ عاوز الحقيقة بعدين انا الحقيقة احنا في شهادة للتاريخ لا يعني. يبدو الحقيقة يعني انه قرار ده اتاخد في دايرة صغيرة جدا. حتى وزير التنمية المحلية ناسي اسمه ده يفتكره لك وهو منهم كان مش على علم بالقرار، ما كانش عارف محافظ عنده ما كانش عارف ان اختيار المحافظ ده تحديدا يعني. واللي انا يعني كان اختيار فوقي يعني. اختيار فوقي في تربطات سياسية مع الجماعات الإسلامية لأهداف عشان قرب 30 يونيو والمناخ العام في الدولة وفي البلد. فللأسف الشديد ده اللي أيقنته. ليه بقى؟ لأنه أنا زعلت جدا وصممت على الاستقالة. وبعدين وأنا نازل راجع بيتي يوميها بعد لقاء الدكتور هشام فوجئت بالنشرة أخبار الساعة 8 لا بتقول لا صحة لقرار وزير السياحة بالاستقالة وانه يعمل بطريقة طبيعية الى اخره. زعلت جدا قلت لا مش هينفع الكلام. ما نمتش برضو تاني يا دكتور محمد. وتاني يوم رحت مجلس الوزراء على غير رغبة الدكتور هشام يعني. الحقيقة انا شعرتها انه كان في مناخ غريب كده. قلت اروح اوثق الاستقالة
في المجلس. في المجلس ما انت لسه ما قبلتش استقالتي كوزير. فاروح بقى انا اوثق الاستقاله لانه ده كده ما صحش. يعني ازاي المفروض يقولوا ان الوزير تقدم استقالة واحنا لازلنا لم نقبلها لكن لا صحة او نبحث فيها لا صحة, لا صحة ده الاستقالة يعني ده ما كانش يعني ما يصحش يعني. ففعلا تاني يوم رحت وعرفت بقى يعني قعدت في المجلس وهو وتم مهاجمتي من قبل بعض من الوزراء الاخوان. يعني ما معناه جاي تعمل ايه مش استقلت مش استقلت بقى وخلاص يعني يمشي يعني ما معناه. قلت لا انا لغايه اخر دقيقه الاجتماع اللي فات انا طلبت كذا للملف السياحه عاوز اخلصه وجاي اوثق الاستقاله ولو ما تمش توثيقها اطلع للزملاء الاعلاميين اللي موجودين في مجلس الوزراء اقول لهم تعلن. فقالوا لا خلاص وكتبوا الكلام ده كله. واذكر يعني حضرتك بقى فتحت لي ذكريات يعني اذكر برضو انه وزير الداخليه في ذاك الوقت اللي هو محمد ابراهيم اللي استمر بعد 30 يونيو كانوا ضغطين عليه انه يمكن المحافظ من دخول المحافظه بالقوه طيب. ورفض فرفض. طب خليني عشان اخد كواليس الموقف ده نطلع فاصل ونرجع نستكمل توثيق هذه الشهاده لمعالي وزير السياحه الاسبق هشام زعزوع على التجربه المصريه 10 سنوات من التحدي والانجاز. أهلا بكم من جديد. نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة على التجربة المصرية 10 سنوات من التحدي والإنجاز والتي نوثقها لمعالي وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع. أهلا بحضرتك مرة تانية فندم. أهلا بك يا فندم. احنا توقفنا قبل ما نوصل للتجربة الأساسية يعني لما حضرتك تقدمت باستقالتك للدكتور هشام أنديل بسبب انهم اختاروا محافظ للاقصر اهم مدينه سياحيه في العالم ينتمي الى الجماعه الاسلاميه اللي كانت ارتكبت مجزره الاقصر في نهايه التسعينات. واشرت حضرتك ل انه كانوا ضغطوا كمان على وزير الداخليه اللي هو محمد ابراهيم عشان يمكن هذا المحافظ من انه يدخل مبنى المحافظه ويباشر عمله لكن اللي هو محمد ابراهيم رفض. أيوة. رفض هذا ما الذي جرى بعد ذلك؟ هو السيادة اللي هو ايقن انه ممكن تحصل مشكله كبيره جدا في الاقصر لانه شعب الاقصر نفسه كان واقف ضد هذا الترشيح. صحيح. لانه هو مدرك هو عايش وعارف وعاصر المشاكل اللي حصلت في اواخر التسعينات زي ما حضرتك تفضلت. فقال لك ده اختيار خاطئ 100%. فوقف الموضوع ده لكن حصل عليا ضغوط يا دكتور محمد وانا في البيت. انا دلوقتي قدمت استقاله ورحت وثقت الكلام ده في المجلس ورحت بيتي خلاص انا اعتبرت نفسي بره الحكومه في الوقت ده. وانا في البيت جالي تليفونات من رئاسه الجمهوريه شيء غريب جدا. اولا جالي تليفون من احد قاده الجماعه الاسلاميه تليفونيا بيكلم رئاسه الجمهوريه
بيحاول يقنعني. بيكلمك من الرئاسة؟ بيكلمني من الرئاسة مش من بر يعني. تليفون الرئاسة يتصل بيا. فتلاقي واحد من قادة الجماعة الإسلامية هو اللي بيتكلم. هو اللي بيكلمني وبيحاول يقنعني بإعطاء فرصة للمحافظ الجديد وإنه هو ما اشتركش بإيده في اللي بتكلم عليه وإنه الأمور اختلفت وإنه إحنا حريصين على قطاع السياحة وإنت راجل مهني وهو هيتعاون معاك واللي إنت هتوجه بيه شايفه لمصلحة الأقصر والبلد هيعملها. قعدت أعتذر والضغوط مستمرة إلى أن في الآخر قال لي والله أنت ظلمت يا سيادة الوزير وإحنا ظلمنا كمان باختيار هذا الترشيح للأقصر. ما كانت حدونا ده بقى بيوري لك أنه كان في ترتيب فوقي في توزيع محافظ معينة. والله وقد يكون الإخوان بيحرقوا الجماعة الإسلامية. ما هو ما فيش حاجة بعيدة عليهم. الله أعلم يعني. أنا ما يعني مش هدعي. طب هاخد حضرتك برضو للحدث بقى الكبير, لأنه أنت حضرتك كنت من مجموعة الوزراء اللي تقدموا باستقالتهم تضامنا مع 30 يونيو. صحيح. ظروف هذه الحادثه ايه برضو, او هذه يعني هذه الواقعه ايه؟ شوف حضرتك, انا على مدار السنه دي اللي هي بتاعه 2012 ايقنت بانه الحكومه دي والتوجه الموجود والاخوان ما بي يعني مش ده اللي تستاهله مصر, ومش ده اللي هيوصلنا الى افاق افضل. وانه وضح ليا انه كمان تجربتهم في الاداره والحكومه تجربه ضعيفه ومحدوده, وما تصورش ان كان عندهم قدره ان هم يوصلوا. وانا ايقنت انه ده مش في صالح مصر. والزخم بتاع 30 يونيو كان بيتصاعد وقتها. صحيح. وانا نفسي بدات اشعر بانه انا جزء من المناخ ده. انك موجود في المكان الخطا بالحكومه دي. ما ينفعش اكون موجود. وانا صحيح وضح رايي يعني في الكلام ده, لكن ايقنت انه لا لازم. فكان في الرئيس السابق ده محمد مرسي كان عمل في يونيو ده اجتماع صعب جدا في مركز المؤتمرات. وكان تراجع عن الاستقالة بتاعتي, يعني مشى محافظ الأقصر عشان انا استمر. تمام. وانا كنت كتبت استقالة مسببة, فما كانش ليا سبب ان انا ما كملش. فلما كملت دعيت لحضور المؤتمر ده بتاع سوريا, ده اللي كان بيقول اللي مش عارف مين بتاع البنزين وتريق على رموز ده بتاع 26 يونيو. فانا كنت والبنزين كنت هتقدم يوميها باستقالتي للمجلس, وكان زميلي وزير اتصالات وقتها عاطف حلمي ماشي معايا في مركز المؤتمرات بيقول لي ايه رايك. قلت له زي الزفت, وده كلامي بعد ما خلص الخطاب. بعد ما خلص الخطاب قلت له لا, الخطاب سيء جدا وده توجه سيء, انا ما اقدرش اقعد دقيقه كمان. قال لي يعني ايه؟ قلت له انا همشي. قال لي انت استنى بقى. انا معاك. انا كمان ما الجو ده ما ينفعش, والناس دي هتودي البلد دي في 60 دقيقه. طيب يا عاطف هنعمل ايه؟ قال لي بص انتظر مني تليفون, وضرب لي تليفون بالليل بطريقة كده يعني. قال لي معدنا عشان الملفات اللي اتكلمنا فيها ده بالشفرة بقى. ما هو المناخ كان صعب. قابلني في الوزارة, وفي معانا يعني اتنين تانيين برضو حينضموا عشان نناقش الملفات. وفعلا رحت عنده في المكتب ولقيت الآتي: أنا والوزير عاطف حلمي ووزير البيئة الدكتور اللي كان قبل الوزيرة الحالية موجود. ده كان خالد فهمي. الدكتور خالد فهمي كان موجود. والله يرحمه المستشار حاتم بجاتو كان موجود, هو الوزير الشؤون النيابية. واحنا الأربعة اجتمعنا لان احنا كلنا كنا عاوزين نمشي ونستقيل. فحاتم بجاتو قال انا هتقدم لوحدي بالاستقاله, واحنا الثلاثه تقدمنا باستقاله جماعيه مسببه
لان احنا عاوزين نخرج من ال ده كان تاني يوم الخطاب على طول تاني يوم الصبح 27 يونيو 27 وفعلا تقدمنا وكان في اجتماع بعد كده في مجلس الوزراء انا رفضت حضوري وهو كلموني اللي استقالوا معايا قالوا لي اتبهدلوا في هذا الاجتماع لما راحوا الاجتماع يوثقوا برضو او حاجه فهجموهم هجموهم جدا يعني انا ما رضيتش اروح وخلاص اعتبرت نفسي بره ونزلت انا وولادي هم شباب يعني كانوا وقتها وعلم مصر ورحت على الاتحادية وقفت مع جموع المصريين 30 يونيو. قبل 30 يونيو قعدت أروح كل يوم لغاية 30 يونيو. طيب الوزارة دي كان انضم ليها في 12 أغسطس ده بعد 30 بقى لا لسه في الحكومة لسه في المرحلة الأولى في الحكومة دي في 12 أغسطس 2012 كان انضم بقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي كوزير الدفاع صحيح خلال الفترة دي حضرتك قعدت فيها يعني ازاي شفت أداءه وازاي شفت مشاركته في الحكومة شوف في مواقف أكيد جمعت ما بينكم يعني طبعا أنا يعني أذكر بكل الخير الرئيس وقتها كان وزيرا للدفاع هو كان مستمعا يعني من الطراز الرفيع وعمره ما كان يتكلم إلا ما كان بيعد للملاحظاته أو مداخلاته بطريقة جيدة جدا وهو الحقيقة يعني بطبعه كان هادي ومفكر وبالتالي يعني أنا أذكر له الشخصية ديت في التعامل هذه الصورة في الأداء يعني. لكن على مستوى شخصي يعني ما أذكره في سنة ديت ولازم أذكرها الحقيقة أنه كان في منصب مهم في وزارة السياحة في هيئة التنمية السياحية اللي هي كانت تبع لازالت وقتها حاليا تبع وزارة الإسكان لكن وقتها كانت تبع وزارة السياحة وكان المنصب بتاع الرئيس التنفيذي للهيئة شاغر وقتها نتيجة أنه الرئيس ده كان راح محافظ الأقصر وبقى فاضي المكان فولاد هيئة التنمية السياحية اللي عصروها من بدايتها اتصلوا بي وقالوا لي انه يعني هل اتقدم بطلب ترشيح حد معين اللي هو موجود لغاية دلوقتي اللي هو سراج سعد لغاية دلوقتي وده راجل كفء جدا دول من ولاد الهيئة ولاد الهيئة نفسهم وعصروا ويفهموا فيها كويس ويفهموا في نفسه وكل تعاملوا معاه مع هذا الشخص يعني بيثنوا عليه حتى اليوم فأنا كنت مقتنع لأن أنا كنت مساعد وزير واحتكيت بيه وكنت عضو مجلس إدارة في هيئة التنمية السياحية فروحت مطلع قرار بندبه رئيسا للهيئة في ذاك الوقت تمهيدا لاستصدار قرار من رئيس الوزراء ففوجئت في يوم من الايام وانا في مجلس الوزراء بتليفونات شديده جايه لي فتره الاستراحه من الوزاره بتقول لي فيه انه جاء خطاب من وزاره الدفاع بترشيح احد اللواءات المحترمين رئيسا للهيئة. لان كانت دايما بيجي فيها يعني عسكريين بالدرجه الاولى الفتره اللي قبل كده فشعرت بحرك شديد جدا قرار طلع وفي نفس الوقت في قرار جه من مجلس الوزراء بترشيح من وزارة الدفاع لتعيين حد معين وهيجي بقى يستلم فبقيت مش عارف اعمل ايه فقلت طب اتقدم لمعالي الفريق وزير الدفاع الفتاح سيسي في ذاك الوقت انه يعني بس يعني لو يرجئ التنفيذ لغاية لما رتب واعرف اكلم الرئيس اللي قاعد على الكرسي رشحته فكتبت له ورقة صغيرة وانتوا قاعدين في المجلس شغال مطلب فيه يعني حصل كذا وانا تلقيت كذا فأرى الورقة يعني وبعد الاستراحة رحت له قال لي انا اولا يعني انا دي شهادة للتاريخ الحقيقة قال لي اولا قرارك نافس ده سيادة الفريق قال لي لا قال لي انا الخطأ في عملية التواصل الظاهر مع مجلس الوزراء لانه طلب منا الترشيح فردنا عليه بالظبط يعني ما كانش المقصود كما ظهرت بالشكل ده قلت له يا فندم انا مش معترض يعني حاولت اقول لا يعني يمشي الترشيح بس
يعني يعني هو اول وزاره بعتت الاسم استجابه ليه طلب مجلس الوزراء عاوزين ترشحوا حد، وبالتالي طلع قرار من مجلس الوزراء بالترشيح بالزبط اللي جاء من وزاره الدفاع ده. فاصبح بالنسبه لي يعني مطلوب مني ان انا انفذ هذا التكليف. ففوجئت بيه، بيقول لك انه يعني انه قرارك انت لنفسك. قال لي لا 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 احنا نبحث ده مع البتاع، وقرارك لازم يمشي وانا هتصرف في الترشيح ده. ما يا فندم، قال لي لا ده يعني موضوع منتهي. انا بحكي لحضرتك الكلام ده وللي يمكن المشاهدين بيوري تقدير الرئيس والابعاد المختلفه. هذا وزير الدفاع يعني في منصب هام جدا، وقرار تاخت من بالزبط. لا فعلا سحب هذا الترشيح واستمر ترشيح. حتى هذه اللحظة اللي موجود فيها يعني الوزراء اللي بعد كده جم وجددوا له اللي كفأته يعني الحقيقة. فده بيوري برضو، بيعكس شخصية الرئيس انه راجل يقدر المسائل ويبحث عن الصالح العام ويضع اعتبارات كثيرة جدا أخلاقية في قراراته بصراحة. طب الفترة بتاع مجلس الوزراء دي فترة برضو كانت عاصفة يعني. طبعا يعني انتوا كنتوا بتشتغلوا في ظروف اللي هم الوزراء اللي مش اخوات، اللي هم مش من الجماعه. صحيح. بيشتغلوا في ظروف صعبه جدا، انه هم عاوزين يمرروا حاجات معينه، احيانا كنتوا بتتصدوا. طبيعه المناقشات كان دوره فيها ايه الفريق اول عبد الفتاح السيسي؟ والله يعني هو كان بيرصد، انا على ما اذكر التطور الامور وبيدون واعتقد انه التاريخ يعني وضح ان هو في مواقف معينه يمكن كان نتيجه حساسيه وضعه السياسي في المشهد، كان بيحاول ان هو ياخد ملاحظاته دي ويتصل مباشره برئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء في غرف مغلقه، بيحاول يدي فرصة واثنين وثلاثة واربعة، واحنا علمنا بهذا يعني. فده اللي انا اذكره كويس جدا يعني الفترة ديت يعني. طيب خلينا نروح بقى للتجربة يعني اللي هي كان لابد من التمهيد ده، لكن احنا بعد 30 يونيو خلاص حضرتك استقلت من الوزارة والحكومة كلها والنظام كله يعني ايه بخريطة الطريق ازيل، وجينا لحكومة جديدة في ظروف اصعب يعني وتحديات اصعب مع الدكتور حازم البلبلاوي. ازاي اعيد ترشيح حضرتك للحكومه بعد 30 يونيو؟ اولا تسمح لي اذكر واقعة يمكن ما دام فتحنا صندوق ذكرياتي. انا كنت استقلت في 30 يونيو، في 2 يوليو يوم قبل اليوم الحاسم جالي تليفون من وزير الاسكان وقتها. وهو كان ده كان دراج عمرو دراج تقريبا؟ لا كان الدكتور طارق وفيق. طارق وفيق عمرو دراج كان تخطيط كان تقريبا. تخطيط الدكتور طارق وفيق راجل محترم يعني وكل حاجه، وكان يعني في الحزب العداله حزب الحريه والعداله ولكن يعني كان راجل بيفكر يعني. فوجئت بيكلمني في التليفون وبيقول لي انت فين؟ انا موجود في البيت يعني. قال لي طب هل عندك مانع تيجي مجلس الوزراء؟ ده 2 يوليو 2 الصبح. فقلت لهم قلت له اجي بس باماره ايه يعني؟ انا ده انا من الفريق المناور دلوقتي انا من الصور. فقال لي لا احنا عاوزين ناخد رايك عشان محاوله حل، ناخد رايك باعتباري معارضه. ما خلاص انت في المشهد السياسي القائم ونحاول نحله وبتاع. زوجتي الحقيقه انزعجت جدا، ازاي انا هنزل اروح اقابله؟ قال لي تعالى لوحدك ومش عارف ايه يعني. ده بقى قلقت. ده جو اصله كان صعب وقتيه جدا. الحقيقه رحت ولقيت مجموعه من الوزراء واثنين ثلاثه ودكتور هشام قنديل كان موجود، ولقيتهم بيقدموا لي ورقه انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي. ورقه كده فيها مقترحات للحل السياسي للازمه القائمه في الشارع المصري يعني. بياخدوا راي حضرتك فيها؟ بياخدوا راي بيها. فقريت الورقه، عباره عن 11 او 12 بند، تغيير الحكومه وتغيير مش عارف الدستور و
حاجات كتيرة جدا 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 كان الشارع المصري وقتها تجاوزها. فقريت كده وقلت يا دكتور هشام يعني باحترامي، وكتبت بخط ايدي بند اضافي قلت انتخابات رئاسية مبكرة. وحصل بقى هجمت انت متصور الشارع هيبقى شكله ازاي والدم. قلت لهم يا جماعة انتوا جايبيني تاخدوا رأيي، انا بقول لكم رأيي. الشارع المصري بيغلي وملايين النهاردة ضد الوضع اللي انتوا فيه وانا منه. واللي شايفه انه رئيس الجمهورية الحالي يتقدم بفكرة انتخابات رئاسية مبكرة هيكسب حاجتين. والله لو الشارع عايزه هيجيب، تمام. لو مش عايزه يبقى دخل التاريخ من اوسع ابوابه، نزل على رقبة الشعب بانه طلع من المشهد. ما عجبهمش الكلام طبعا خالص. هم تقريبا كانوا مستنيين حضرتك عشان يسمعوا منك اللي هم عايزين يسمعوه يعني. بس الحقيقة شهادة للتاريخ انه الدكتور طارق وفيه قال الحقيقة اللي بيقوله هشام. انا عملت تليفونات لعدد من الرموز المعارضة وكلهم قالوا نفس الكلام اللي بيقوله. واخرهم السيد عمرو موسى زار اتصل بيه لا ما فيش الا الاتجاه ده، انتخابات رئاسية مبكرة ويعلن ده وخلاص يعني. بخلاف بقى كل الحاجات التانية دي لازم تتم يعني. فانا يعني المشهد ده ما اقدرش انساه يوم 2 يوليو. طبعا رجعت البيت وكنت متصور انه الدكتور هشام هيقنع رئيس الجمهوريه وقتها بالتوجه ده، وده ما حصلش. والخطاب الشهير الصعب بتاع الشرعيه بتاع السلامه بتاع ده خلاص ايقنت انه النهايه تمت يعني. خلاص المصريين سخروا منه على الشرعيه السلام انه يعني ميكروباص. صحيح. طيب بعد 3 يوليو بقى وحضرتك خلاص هنبدا التجربه في اللي هي اللي فيها تحديات اكتر وفيها انجاز كمان اكتر. ازاي تم التواصل معك مره تانية؟ والله انا لقيت مجلس الوزراء بيكلمني ودكتور حازم ببلاوي طلب مقابلتي ورحت قابلته. وقال لي انه يعني كل الشواهد والتقارير بتقول انك انت راجل قابلت يعني بلاء حسنا في الفتره اللي انت اجتهدت من الناحية المهنية، وفي نفس الوقت كان ليك مواقف الحقيقة واضحة وطنية يعني جيدة، واحنا عايزينك تكمل معانا المشوار في نفس الملف يعني. فأنا كنت متصور الحقيقة، لأن كان وقتها واضح أنه في كلام برضو مع الوزير منير فخري عبد النور مرة أخرى أنه يرجع تاني. كوزير سياحة كنت متصور، لأنه كان ترك الحكومة في 2012 لما أنا جيت كوزير السياحة، كنت متصور انه هيرجع وزير سياحة تاني. هو رجع وزير استثمار تقريبا رجع وزير استثمار مظبوط. فكلمته الحقيقة لانه هو صديق ولا زال يعني معتز بهذه الصداقة جدا يعني. فكلمته في التليفون وقلت له يا معالي الوزير في كذا، ويعني انت من اقدر الناس انك ترجع. قال لي لا، قال لي بالعكس ده انا يعني ايدت لما اتصلوا بيا، ايدت فكره استمرارك ترشيحك ترجع تاني كوزير للسياحة. ففعلا ده اللي حصل، رجعت تاني وبدات المشوار. وكانت فتره بقى يعني ما هو قبل ما احنا هنيجي للمشوار بقى يعني المشوار ايه اللي كان مطلوب من حضرتك واتعمل ايه، لانك كملت لحد 2015 يعني في 16 لحد 16. كان التفكير لما تعرض ده في الظرف الصعب ده يعني كان تصورك ايه، انه دي مهمة وطنية وانت لازم تبقى موجود؟ بالتأكيد بالتأكيد. لا انا وقتها يعني شعوري كان انه في فترة يعني استبشرت خير بصراحة. يعني بعد 30 يونيو و30 يونيو اللي حصل من احداث استبشرت خير ان احنا بقى هنعدل المسار وانه الفتره اللي جايه دي هتكون فتره ان شاء الله تكون افضل وللبلد. وقلت ان انا اذا لما دعيت ان انا وترشح للمنصب اكمل قلت احب اكون موجود في فتره افضل يعني للبلد فيها، وساعد في مرفق اقتصادي او رافض من رافضات الاقتصاد المصري الهام جدا يعني اللي هو السياحه.
المدير العملة والآخر. فقبلت الترشيح دوت وقلت انه ابدأ المشوار. بس طبعا المناخ في الشارع وقتها لازال لازال الاخوان كانوا في الشارع لو تذكر وربعة والنهضة عند جامعة القاهرة والشارع نفسه وبعدين الارهاب اللي حصل في الشوارع وعلى الكباري طبعا المشهد ده ما يعني ما فيش ده انت شفته يعني مثلا لو سألت بتوع السياسة عن المشهد ده هيبقى عندهم تصور، سألت اي متخصصين في اي مجال يعني، لكن وزير سياحة شايف الصورة دي ازاي؟ اللي هي دي صورة معطلة يعني الملف بتاعك؟ لا خلاص يعني ملفك خلاص. مع الصورة دي شفتها ازاي كرجل يعني في هذا الملف او مسؤول عن السياحة؟ انا الحقيقة ما اقدرش الارهاب والقطع الطرق. لا انا كنت طبعا في يعني في وضع سيء جدا من ناحية سياحية يعني، وشايف اني مش هقدر اعمل حاجة الا لما الامور تهدى يعني. بس كان عندي امل بانه الشعب عايز الامور تهدى وعايز الاستقرار وعايز فترة مختلفة للبلد يعني. فكان عندي امل انه الكلام ده هيحصل قريب ويمكنني ان اتحرك. وقتها بالذات لا ما كانش فيه تصور لا خالص يعني ما كانش التصور ان اقدر اقوم بالترويج او شغل. انا التمهيد الى ان انا اشتغل على خطط وان اشتغل على الكلام ده بمجرد ما الامور تهدى. نقدر نتحرك. طيب خلينا نتوقف عند النقطه دي. ايوه انك وزير سياحه داخل لتجربه بقى الشعب كله هو اللي مقرر انها تكون يعني انه يزيح الاخوان صحيح. ويجي بنظام جديد. اشتغلتوا ازاي؟ ايه اهم التحديات اللي كانت موجوده وايه اللي اتحقق في الفتره دي؟ خلينا يبقى ده موضوع حوارنا في الحلقه الجايه من الشاهد. يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا مؤقت معالي وزير السياحه الاسبق هشام زعزوع. نلتقي الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا ان شاء الله شكرا. وشكرا لكم. الصوره اللي موجوده ما تطمنش اي وزير سياحه. انا اعتبرتها مرحله جديده استبشرنا فيها كلنا خير لمصر. السوق الايطالي حضرتك كان معروف بالنسبه لنا في مصر هنا، هو اول من كان عضوا في نادي المليون سائح لمصر. ازاي تعاملنا مع هذه التاثيرات السلبيه؟ الحكومه الروسيه ما وقفتش حركه السياحه لمصر، في طياره هتنقلهم لالمانيا بناء على قرار الحكومه الالمانيه. التفاعل ما بين الوزير التكنوقراط الفني وصاحب القرار السياسي او صانع القرار السياسي القياده السياسيه. طلب من كل الوزراء انه نبقى قدوه لبقيه الشعب ان دي مرحله مهمه وجديده في تاريخ مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم تماما لكل من يعمل معه. ايه اكبر تحدي لملف السياحه؟ الاستقرار الامني في مصر.